بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لنعمة الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس أمة رسول الله وخليل الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، وأسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله أن يرزقنا الإيمان الصادق والعمل الصالح، ونسأله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان، وأن يجعلنا جميعا من الصائمين القائمين الذاكرين لربهم عز وجل، وأن يحفظنا جميعا بحفظه، وأن يوفقنا جل جلاله بتوفيقه. وأسأله عز وجل وهو السميع المجيب أن يرفع هذا الوباء والبلاء عن الناس، وأسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله أن يجود علينا بعفو منه ومغفرة وتوبة، فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم الأفاضل من بيت الله الحرام، من مسجد الكعبة، من جوار القبلة، من جوار البيت العتيق، يتجدد معكم اللقاء لنتذاكر من هذا المكان، نتذاكر معا آيات من كتاب ربنا جل جلاله، مع سورة آل عمران، السورة الكريمة المباركة التي ما زال وقوفنا معها نتأمل ونتدبر استجابة لأمر ربنا عز وجل في آيات هذه السورة الكريمة، ونستحضر كلام أهل العلم وما ذكروا في هذه الآيات الكريمات المباركات، ليكون المقصود من ذلك أن نعرض نفوسنا على القرآن، وأن نملأ عقولنا بحقائق القرآن، فتمتلئ العقول يقينا وفهما لمراد الله عز وجل، وتزكو النفوس وتطيب وهي تتعامل مع حقائق القرآن بالقبول والرضا. وما من شك أن هذه ثمرة عظيمة من الوقوف مع كتاب الله عز وجل، أن تمتلئ هذه العقول وأن تستقيم هذه النفوس وأن تخضع هذه الجوارح لأمر الله عز وجل، هذا مطلب رئيس بالنسبة للإنسان أمام كتاب الله عز وجل، وهذا ما أمرنا الله به، فأمرنا أن نقرأ، فقال فاقرأوا ما تيسر منه، وأمرنا أن نتدبر كتاب الله عز وجل وأن نسمع لآيات القرآن، فقال عز من قائل في السماع فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وقال عز وجل في أمر التدبر
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فنجتهد في أن نكون من المتدبرين، وأمر التدبر والتفكر أمر كلف به عموم الناس، لأن الله عز وجل قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وإن كان هذا خطاب لقريش، وماذا تملك قريش من أدوات المفسر إلا لغة القرآن، اللغة التي نزل بها هذا الكتاب، فالله عز وجل أمرها أن تتدبر. فلذلك تدبر هذا الكتاب أمر لازم على كل أحد من الناس. سورة آل عمران كان وقوفنا في درسنا الماضي، والآيات التي تدارسناها معا في لقائنا الماضي، قول ربنا عز وجل: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فهذا ما وقفنا عليه في لقائنا الماضي ودرسنا الماضي، بعد أن بينا الارتباط بين هذه الآية وما قبلها من الآيات. فالله عز وجل يخبر عن أهل الكتاب وموقفهم من دعوة النبي محمد عليه الصلاة والسلام وكيف تعاملوا معها بالصدود وعدم القبول، وكيف تعاملوا مع ما في كتبهم من الإخبار عن هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بالكتمان والتحريف والتبديل والفهم غير الصحيح، وأن الدافع لهم في ذلك كله إنما هو حب الدنيا من جهة، والحسد والكبر من جهة أخرى. فإن هذه الأمور صرفتهم أن يقفوا موقف الحق، وأن يقبلوا الحق، وأن يخضعوا للحق، وأن يؤمنوا بالحق. فكانت تلك الأمور صوارف صرفتهم، حبهم للدنيا، لذلك كان هذا عائق ومانع بالنسبة لأهل الكتاب، سواء كانوا من النصارى أو سواء كانوا من اليهود على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقبلوا منه إلا أفرادا منهم. وسورة آل عمران رأينا أن قضية النبوة قضية رئيسة في هذه السورة الكريمة، لذلك مر معنا من القضايا المتعلقة بذلك، فمر معنا ما يتعلق بقضية جزاء قتل الأنبياء، وما أيضا مر معنا قضية ضرورة اتباع الرسل والرسول الخاتم عليه الصلاة والسلام، حيث كان هو النبي الذي أمر الناس من بعد بعثته بتصديقه واتباعه وطاعته. وأيضا عرض في مقدمة هذه السورة اصطفاء الله للأنبياء، وأن النبوة اصطفاء من الله سبحانه وتعالى. وأيضا عرضنا خلال آيات هذه السورة لقصة نذر امرأة عمران عندما الله عز وجل أكرمها بالذرية بمريم البتول عليها السلام، ثم
كان الانتقال بعدها إلى قصة زكريا ويحيى متوسطة بالنسبة لي قصة مريم بعد ولادتها، فكان ذلك في مرحلة. ثم ذكرت قصة زكريا ويحيى عليهما الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك قصة عيسى بين المؤمنين به والكافرين به. ثم بعد ذلك تعرضت الآيات للخليل إبراهيم عليه السلام الذي استجلبه أهل الكتاب في تلك المرحلة ليصححوا وليزكوا ما هم عليه من انحراف وباطل، بأن جعلوا أن ما هم عليه إنما هو طريقة إبراهيم وإنما هو ما كان عليه إبراهيم، فبرأ الله عز وجل الخليل إبراهيم من ذلك عليه السلام، وخاطبهم بالخطاب البدهي الذي يدركه أي عاقل، وهو أن اتباع السابق للاحق أمر لا يقبله العقل السليم، وإنما يقبل العقل السليم أن يتبع اللاحق السابق. فالخليل إبراهيم سبق موسى عليه السلام من حيث الوجود ومن حيث البعثة ومن حيث إنزال الكتاب عليه، فصحف إبراهيم سابقة لتوراة موسى، ووجود إبراهيم سابق لوجود موسى، وإرسال إبراهيم سابق لإرسال موسى عليه السلام. فلذلك الله سبحانه وتعالى نزه الخليل إبراهيم من ذلك الأمر الذي أراده به أهل الكتاب، فالله عز وجل غار لخليله، ولذلك الله سبحانه وتعالى. فكانت هذه مرحلة. ثم بعد أن في ثنايا تلك القضايا كلها والجدال والعناد والاستكبار ما زال بأهل الكتاب، فإذا بالآيات تأتي صريحة بطلب المباهلة، بطلب المباهلة. ثم بعد ذلك يأتي الأمر باتباع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ثم يعود الأمر مرة أخرى ليخبر الجليل جل جلاله عن إساءة أهل الكتاب للكتاب وللأنبياء، للكتاب الذي أنزل عليهم وللأنبياء الذين بعثوا فيهم. وهذا ما كان قبل الآية الأخيرة التي وقفنا معها، والتي بيّنت من خلالها أن تلك الإساءة أعطت دلالة على أن هؤلاء القوم ليسوا بأمناء لا على أموال الناس، وليسوا بأمناء على دين الناس. فلذلك كانت يعني كما تبين أنهم بهذه الاستمرارية فإنه نزع منهم ذلك الأمر، وكان الأمر بتحويل النبوة إلى فرع إسماعيل عليه السلام، وذلك ببعثة النبي الخاتم محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. فالله سبحانه وتعالى وهو يخبر ويبرئ جميع أنبيائه الذين بعثوا بالكتاب ودعوا أقوامهم لعبادة الله، وأن أقوامهم بعد أن استجاب من استجاب منهم لدعوة الأنبياء، فهل يتخيل أن نبيا يؤيد بالوحي بالكتاب وبالحكمة يفتحها الله عز وجل عليه، ثم يجعل الله عز وجل من قومه من يقبل منه ويستجيب له، ثم بعد ذلك يأمر هؤلاء القوم بأن يعبدوه من دون الله أو أن يعبدوا الملائكة من دون الله؟ فلذلك الله عز وجل يخبر أن ذلك ما كان من الأنبياء، فإن الله عز وجل اصطفاهم، وإن الله اختارهم، وإن الله سبحانه وتعالى أتمنهم
فكانوا هم الأمناء على وحي السماء، فلذلك لا يتصور أنه يكون منهم ذلك الأمر الذي نسبه إليهم هؤلاء الذين زعموا أنهم أتباعهم، ولو كانوا أتباعهم لما كان هذا موقفهم منهم. فإذن هذه السورة الكريمة إذن أوصلتنا بعد ذلك إلى هذه الآية الكريمة التي هي بعد ذلك الإخبار من الله سبحانه وتعالى في الآيات السابقة التي قرأتها، فتأتي الآية التي يقول الله عز وجل فيها، وهي آية ميثاق النبيين، فيقول الله عز وجل: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقبل أن نعرض لكلمات هذه الآية الكريمة، فالله عز وجل يبين خلال هذه الآيات، يبين قضية النبوة، وأمر النبوة عظيم، وكيف تستقيم حياة الناس بدون اتباع الأنبياء، وكيف يصل الناس إلى هدى السماء بدون التصديق بالأنبياء، وكيف يعرف الناس مراد الله عز وجل بدون أن يطيع الأنبياء، وهل يكون هناك دين وإسلام يرضاه الله عز وجل ويحقق للإنسان النجاة دون أن يكون عنوانه الرئيس هو التصديق بالنبوة؟ فالتصديق بالنبوة هو الباب وهو الطريق الذي يوصلك بوحي السماء. فلذلك أمر النبوة عظيم، ولذلك سورة آل عمران كما قلنا، وقد رأينا كيف أن هذه السورة من بدايتها وإلى هذه الآية، ونحن الآن نتجاوز 80 من آياتها، ونجد أن قضية النبوة قضية حاضرة في هذه الآيات، وأن قضية النبوة وهي تربط مع قضية الإيمان بالله وقضية التوحيد له سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة، فنجد ذاك الربط العظيم بين هاتين القضيتين. ثم منها سيكون بعد ذلك التسليم لقضية الشرائع، فتأتي قضية الجهاد وتأتي قضية العبادات وغيرها، ولكن هنا القضية الأساس والقضية الأم قضية الإيمان وقضية التصديق بالرسل والأنبياء وقضية التعامل الصحيح مع النبوة، وكيف يتعامل الإنسان مع أنبياء الله عز وجل. فهذه الآية تخبرنا عن أمر عظيم، هؤلاء الذين زعم أهل الكتاب أنهم أمروهم أن يعبدوهم من دون الله، كما زعموا أن ذلك أمر عيسى لما هم عليه وأنه مما علمهم إياه، أنه ابن الله أو أنه هو الله، هكذا زعموا. واليهود وهم يقولون أن عزير ابن الله، فلذلك
الله سبحانه وتعالى برأ أنبياءه وأخبر أنه ما كان لهم أن يفعلوا ذلك، ما كان لهم أبداً أن يكون ذلك منهم، وما كان وما حصل. ثم هنا الله جل جلاله يخبرنا لتمتلئ القلوب ثقة في الأنبياء، وليدرك الناس أن رب الناس اصطفى من الناس من هم خير الناس، الأنبياء والرسل، فهذا اصطفاءه. أليس هو الذي قال جل جلاله: الله أعلم حيث يجعل رسالته؟ أليس هو الذي زكاهم؟ أليس هو العليم بهم سبحانه وتعالى؟ فهنا تأتي هذه الآية وهي تؤسس شيئا عظيما في هذا الأصل الكبير، وهو ما يتعلق بالأنبياء، وهو قضية البداية مع النبوة. فتأتي قضية الميثاق، وقضية الميثاق إذا ذكرت فإننا نجد أن هذه الكلمة تكررت في القرآن، وورد ذكرها في أكثر من سورة، ونجد أن هذا الميثاق الذي ذكر في القرآن فإنه نجد أنه هناك أنواع من المواثيق التي أخذت من هذا الإنسان، وأن أحدها ميثاق النبوة، وهو الذي جاء ذكره هنا في هذه الآية الكريمة في سورة آل عمران. فميثاق النبوة إذن هو أحد المواثيق التي ذكرت في القرآن العظيم. ولذلك قبل أن ندخل إلى كلمات هذه الآية الكريمة فنقف وقفة مع قضية الميثاق وأهميتها، وهل الميثاق فقط خاص بالأنبياء، أو أن للناس ميثاق أخذ منهم، وهل الميثاق الذي أخذ من الناس هل أخذه الله كما أخذه من الأنبياء، أم الأنبياء أخذوه، أم الناس أخذوه من الأنبياء، أو الجمع بين ذلك؟ فهذه أمور نحتاج أن ندركها وأن نفهمها. فإذا نظرنا إلى كلمة الميثاق ابتداء فإننا نجد أن هذه الكلمة، وكما قلت، جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى ووردت في القرآن العظيم، ولذلك وردت كلمة الميثاق في القرآن باشتقاقاتها 29 مرة، 29 مرة وردت، بل 32 مرة وردت في 29 آية، في 29 آية من آيات القرآن ورد كلمة الميثاق باشتقاقاتها. فالميثاق صيغة مبالغة من الفعل وثق، ومادة هذا الفعل تدل على السكون والاعتماد والعقد والإحكام. كلمة وثقة، هذه المادة تدل على السكون والاعتماد والعقد والإحكام، ولذلك يقال وثقت به، أي سكنت إليه، اطمأننت وصار في نفسي طمأنينة نحوه وأتمنته لما في نفسي نحوه من الثقة، وثقت به.
وأيضا الوثاق وهو حبل أو قيد يشد به الأسير أو الدابة شدا محكما، فيقال أوثقه إذا شده بالوثاق، إذن هي سيبقى في مكانه لأنه موثق بالحبل. فإذن هذا من معاني هذه الكلمة، هذه من معاني هذه الكلمة الميثاق. الميثاق والعهد، ورد العهد وورد الميثاق وورد الوفاء، وورد العقد والعهد والميثاق. وما العلاقة بين هذه الكلمات الثلاث من حيث المعنى؟ فإننا نجد أن العهد أوسع الكلمات الثلاث، أوسع الكلمات الثلاث، فيدخل فيه معاني متعددة. والميثاق أخص من العهد، والعقد أخص منهما، فلذلك العهد وعد أو وصية بالالتزام. العهد وعد أو وصية بالالتزام. أما الميثاق تأكيد وتثبيت لهذا الالتزام، فلذلك غالبا ما يكون معه اليمين، وأحيانا اليمين المغلظة، إذن هو تأكيد وتثبيت لهذا الالتزام. أما العقد إبرام إلزامي له بما لا مجال للتنصل من استحقاقاته. العقد إبرام إلزامي له، أي ذلك العقد ولذلك العهد ولذلك الميثاق، بما لا مجال للتنصل من استحقاقاته. فإذن فيكون العهد أوسع هذه المصطلحات الثلاث، الميثاق أخص من، العقد أخص من حيث قضية الإلزام، الإلزام وما يترتب عليه من استحقاقات على من دخل في عقد. الميثاق إذا نظرنا أيضا الميثاق، فيكون الميثاق هذه الكلمة تشمل كل ميثاق حصل بين الخلق مع الخلق وبين الخالق والمخلوق. الميثاق يكون بين الخلق والخلق، الإنسان وإنسان آخر، ويكون بين الخالق والمخلوق. وأما الميثاق بين الخالق والمخلوق فأيضا، إذن الآن عرفنا أن الميثاق من حيث أطرافه يكون بين الخلق والخلق ويكون بين الخالق والمخلوق، إذن انقسم إلى قسمين. ثم النوع الذي هو بين الخالق والمخلوق أيضا هو ينقسم إلى قسمين من حيث هذا الإنسان ودخوله فيه، فإما أن يلتزم العبد ويدخل نفسه في هذا الميثاق من تلقاء نفسه تقربا إلى الله تعالى كالنذور كالنذر، فإذن هو نوع من الميثاق، النذر نوع من الميثاق. فإذن ما الذي أدخله في هذا الميثاق؟ هو أدخل نفسه فيه بطوعه وإرادته. وإما أن يلزم به، أي يلزم بذلك الميثاق، الرب عز وجل يلزم عباده، وإلزامه بمقتضى ربوبيته وألوهيته جل جلاله، فهو رب كل شيء وهو المستحق أن يعبد وأن يطاع فيما أمر، فلذلك هو يلزم بالميثاق، فهو يلزم بالميثاق. هذا النوع الثاني
الذي هو أن ميثاق النبيين هو ميثاق بين الخالق والمخلوق، فئة منهم وهم الرسل والأنبياء، فإذا هو من هذا النوع. إذا هي هذه المواثيق التي بين الخالق والمخلوق، وأن الإلزام بالدخول فيها من جهة الخالق جل جلاله فهو يلزم عباده بالدخول فيها، وأن الداعي لذلك وداعي الاستحقاق لهذا الميثاق ربوبية الله جل جلاله وألوهيته سبحانه وتعالى، وهذه يسميها العلماء مواثيق الإيمان. مواثيق الإيمان هذه المواثيق ثلاثة أنواع رئيسة. إذن مواثيق الإيمان تمثل أو تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة. الأول ميثاق التوحيد، الثاني ميثاق النبوة، الثالث ميثاق الاتباع. ثلاثة مواثيق تحت ميثاق الإيمان، تحت مواثيق الإيمان. فالأول وهو ميثاق التوحيد، ما دليله في القرآن؟ دليله في القرآن قول الله عز وجل في سورة الأعراف: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. إذن هذه الآية الكريمة، هذه الآية الكريمة هي ميثاق التوحيد. وهذا الميثاق الذي هو ميثاق التوحيد أخذه الله سبحانه وتعالى من جميع البشر، أخذه الله عز وجل من جميع البشر. هذا الميثاق الذي هو ميثاق التوحيد أخذه الله تعالى بنفسه على جميع بني آدم، وهم على هيئة الذر، وذلك حين استخرجهم من صلب أبيهم آدم وكلمهم قبلا فعرفوه وأقروا له بالتوحيد، وأخذ عليهم العهد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وأشهد عليهم وكتب أقدارهم ثم أعادهم حيث كانوا. فلذلك لا تقوم الساعة حتى يولد كل من أخذ ميثاقه وقد فطر على معرفة ربه عز وجل والإقرار بتوحيده. فإذن هذا ميثاق التوحيد، هذا ميثاق التوحيد. إذن دل عليه هذه الآية، ودل عليه أيضا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما رواه البخاري من حديث أنس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة: لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. فيقول، أي الله جل جلاله يقول له: أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا أن تشرك بي. وفي رواية لأحمد قال: قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا. وأيضا ما جاء من حديث ابن عباس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أخذ الله الميثاق من ظهر آدم بنعمان، يعني عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرهم بين يديه كالذر، ثم كلمهم قبلا
قال ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، إلى آخر الآية. فإذن هذه الآية التي تقدمت وهذه النصوص دلت على هذا النوع الأول من مواثيق الإيمان، وهو ميثاق التوحيد، وهو ميثاق التوحيد. أما الميثاق الثاني من مواثيق الإيمان فهو ميثاق النبوة، وجاء ذكر ذلك في موضعين من القرآن الكريم وفي سورتين. أحد هذين الموضعين ما هو بين أيدينا ودرس يومنا في سورة آل عمران، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة. والموضع الثاني في سورة الأحزاب، قول الله عز وجل وإذ أخذنا من النبيين ميثاق وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فإذا هذا ميثاق النبوة. أما ميثاق الاتباع وهو ثالث هذه الأنواع الثلاثة من مواثيق الإيمان، فدليله قول الله عز وجل في سورة البقرة وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. فإذا هذه مواثيق الإيمان، هذه أنواعها الثلاثة، وهذه أدلتها من كتاب الله سبحانه وتعالى، هذه أدلتها من كتاب الله عز وجل. إذا عرفنا الميثاق، وعرفنا العلاقة بين الميثاق والعهد والعقد، وعرفنا أن الميثاق من حيث قوة الإلزام إذا هو بين العقد ومن حيث الإلزام والميثاق والعهد. والله سبحانه وتعالى أمر بالوفاء بالنسبة للعهود والمواثيق والعقود، وبعهد الله أوفوا، وقال أوفوا بالعقود. فلذلك الوفاء هو الأمر الأول والرئيس الذي تقابل به العهود والمواثيق والعقود، أن يكون الإنسان وفيا لعهده ووفيا للميثاق الذي أدخل نفسه فيه أو أدخل فيه، وكذلك أن يكون وفيا للعقد الذي أبرمه. فالوفاء، ومن هنا نجد أن يعني بهذا الأمر ندرك مكانة الوفاء، وأن للوفاء منزلة عظيمة جليلة، إذ به يكون الإنسان منجزا لما أدخل نفسه فيه أو أدخل فيه من قبل ربه عز وجل في العهود والمواثيق، أو فيما أدخل نفسه فيه من العقود. فالوفاء إذن هو الخلق الذي به يتحول تلك الأمور الثلاثة إلى واقع وإلى تطبيق، إلى واقع وإلى تطبيق. فإذن عرفنا الآن يعني ميثاق التوحيد، وأما ميثاق النبوة بعد أن عرفنا ما معنى ميثاق التوحيد، فإذا أردنا أيضا أن نعرف ميثاق النبوة فهو العهد الموثق والميثاق المؤكد الذي أخذه الله سبحانه وتعالى بنفسه على أصفيائه وخاصته من خلقه وهم الرسل والأنبياء من أجل تبليغ وحيه،
وإقامة دينه في أرضه من أجل تبليغ وحيه وإقامة دينه في أرضه. فلذلك يطالب الأنبياء بأن يحققوا ما أمروا به من عبادة الله عز وجل وحده، وأن يدعو إلى دينه جل جلاله، وأن يتناصر فينصر بعضهم بعضا على هذا الطريق. إذن هو عمل وامتثال بالنسبة لذات النبي، ثم بلاغ. ولذلك نجد في القرآن ماذا يقول الله عز وجل لرسوله: فاستقم كما أمرت واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يؤمر هو أن يستجيب وأن يحقق مقتضى ذاك الميثاق في ذاته، ثم يؤمر بأن يبلغ، بأن يبلغ. ما على الرسول إلا البلاغ، ما على الرسول إلا البلاغ. فلذلك يؤمر بأن يبلغ، أن يبلغ الناس: يا أيها المدثر قم فأنذر. ثم قضية التناصر مع إخوانه الأنبياء، وهذا ما نجده سواء في القرآن الذي أنزله الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وها نحن نرى كيف أن الله سبحانه وتعالى ينزل عليه تبرئة الأنبياء، وأنه يبين للناس أن ما ادعاه أهل الكتاب في زمنه من الفرية على الأنبياء، فينزل القرآن بتبرئتهم، ويتلو النبي صلى الله عليه وسلم ذلك للناس. ومن غايات النبوة أن يتلو على الناس القرآن، كما قال الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. فلذلك يقرأ عليهم الآيات التي تبين مكانة الأنبياء وتنفي عنهم ما نسبه إليهم أهل الباطل. إذن هذه من النصرة. ونجد أيضا ذلك في هديه وسنته. على سبيل المثال، غيرة النبي صلى الله عليه وسلم على أبيه خليل الله إبراهيم يوم الفتح، فإن قريش وضعوا صورة لإبراهيم وإسماعيل في جوف الكعبة وهما يستقسمان بالأزلام، ففتح باب الكعبة ليدخل النبي صلى الله عليه وسلم فرفض وأبى أن يدخل حتى ينزه بيت الله من تلك الدعوة الباطلة، من تلك الصورة الباطلة التي وضعت فيه، وأمر بغسلها. ثم قال قولته الثابتة الصحيحة المنقولة عنه، فقال عليه الصلاة والسلام: قاتلهم الله، ما كان إبراهيم يستقسم بالأزلام. إبراهيم إمام التوحيد، إمام الموحدين، إبراهيم صاحب الملة الحنيفية السمحة التي ارتضاها الله أن تكون ملة جميع الأنبياء من بعده، وملة جميع الأمم من بعده إلى يوم القيامة. فأمر جميع الأنبياء باتباع ملته، وأمرت جميع الأمم باتباع ملته. ثم يأتي هؤلاء المبطلون وينسبوا إليه أنه كان يستقسم بالأزلام، وكما فعل أهل الكتاب، دخلوا في الشرك فعبدوا غير الله، ثم أرادوا أن ينسبوا ذلك إلى الخليل، وأن ما هم عليه وما بنوه وسموه باليهودية والنصرانية، أرادوا أن كل واحد منهم أن ينسبه إلى الخليل إبراهيم. فالله عز وجل في كتابه يبرئ الخليل فيقول: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، فينفي عنه ذلك
والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على الناس هذه الآيات. فإذن هذا العهد الذي هو ميثاق النبوة إذن عهد موثق أخذه الله عز وجل بنفسه على أصفيائه وخاصته من خلقه وهم الرسل والأنبياء لتبليغ وحيه للناس وإقامة دينه في أرضه كيف يفعلون ذلك؟ بأن يعبدون الله عز وجل بذواتهم، يطبقون ذلك بأنفسهم، ثم يبلغون دين الله للناس ويصبرون ويتحملون على ما يصيبهم في مقابل ذلك، ثم اجتماعهم على هذا الحق الذي جاءهم من عند الله عز وجل فينصر بعضهم بعضا. فإذن هذا ميثاق النبوة، هذا ميثاق النبوة الذي أخذه الله سبحانه وتعالى من الأنبياء، فإذن الآن عرفنا قضية الميثاق، وعرفنا مواثيق الإيمان، وعرفنا العلاقة بين العهد والميثاق والعقد من حيث قوة الإلزام ومن حيث اتساع المفهوم والمعنى. فالعهد أوسع الكلمات الثلاث، ثم الميثاق، ثم العقد. وعرفنا أيضا معنى الميثاق، ثم عرفنا ما معنى ميثاق التوحيد وهو العهد الذي أخذه الله على جميع الناس، ونشأ عن ذلك الفطرة التي الله عز وجل فطر الناس عليها، حيث أن الناس بعد أن استخرجهم الله ونثرهم بين يديه قبلة واستشهدهم على نفسه وأقروا له بالعبودية والربوبية وأن يعبدوه ولا يعبدوا غيره، وأشهد عليهم الملائكة وأشهد عليهم السماوات السبع والأراضين السبع وأشهد عليهم آدم عليه السلام، فإنه بعد أن تم ذلك فإن الله عز وجل جعل ذلك الأمر فطرة في نفوسهم ولذلك فهنا قد يقول إنسان إذا كان ذلك فإن الله عز وجل أخبر أنه سيذكر العباد بهذا العهد والميثاق، ويكون تذكيرهم عن طريقين: الأول عن طريق الكتب، والثاني عن طريق الرسل. عن طريق الكتب فها نحن نجد التذكير في كتاب الله، وعن طريق الرسل ها نحن سمعنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تذكر بذاك العهد والميثاق الذي أنجز وتم بين العبيد وبين الخالق جل جلاله طيب ميثاق النبوة متى كان هذا الميثاق؟ ميثاق النبوة إنما كان في وقت ميثاق التوحيد بعد أن أخذ الله الميثاق على الناس بميثاق التوحيد، أخذ الله عز وجل ميثاق النبوة من الأنبياء. فروى الإمام الفريابي بسنده، والسند رجاله ثقات وسنده صحيح، من خبر أبي بن كعب رضي الله عنه أرضاه في قول الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، قال جمعهم ثم جعلهم أرواحا فاستنطقهم فتكلموا وأخذ عليهم العهد والميثاق وأشهدهم على أنفسهم
ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، إلى آخر الآيتين. قال فإني أشهد عليكم السماوات السبع والأراضين السبع، وأشهد عليكم أباكم آدم أن تقولوا يوم القيامة لم نعلم بهذا، اعلموا أنه لا إله غيري ولا رب غيري، فلا تشركوا بي شيئا، فإني أرسل إليكم رسلي يذكرونكم عهدي وميثاقي وأنزل عليكم كتبي. فقالوا نشهد أنك ربنا وإلهنا، لا رب لنا غيرك ولا إله لنا غيرك. فأقروا له يومئذ بالطاعة، ورفع عليهم أباهم آدم عليه السلام فنظر إليهم فرأى فيهم الغني والفقير وحسن الصورة ودون ذلك، فقال ربي لو سويت بين عبادك، قال إني أحب أن أشكر، ورأى فيهم الأنبياء مثل السروج عليهم النور، وخصوا بميثاق آخر بالرسالة، وهو الذي يقول وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. إذن هذا الخبر، خبر أبي، دل على أن هذا الميثاق كان في وقت ميثاق النبوة، أخذه الله سبحانه وتعالى من الأنبياء، أخذه الله عز وجل من الأنبياء. فإذا هؤلاء الذين أخذ عليهم هذا العهد والميثاق الغليظ من الله سبحانه وتعالى مباشرة، فهل هؤلاء هم الذين ثم أنزل عليهم الكتب واصطفاهم بالرسالة والنبوة وأمرهم تبليغ ذلك للناس، فهل بعد ذلك يكونون هم الذين يقولون للناس كونوا عبادا لي من دون الله؟ هل نتصور أن النبي يقول ذلك؟ فالله عز وجل يقول إن هؤلاء أخذ منهم هذا الميثاق الغليظ من الله سبحانه وتعالى. فإذا هذه ما يتعلق بقضية الميثاق وأنواعه. فماذا في الآية الكريمة؟ فيقول الله عز وجل وإذ أخذ الله، فالله سبحانه وتعالى يخبر في هذه الآية، يخبر أهل الكتاب الذين قالوا ما قالوا وادعوا ما ادعوا وافتروا ما افتروا، فالله عز وجل يقول وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، إذ أخذ الله ميثاق النبيين، فإذا ذكر لهم أخذ الميثاق على الأنبياء، وحديث أبي دل على أن هذا الميثاق أخذ من جميع الأنبياء. وهنا بعض العلماء قالوا هذا الميثاق المذكور هنا، فمنهم من قال أن المقصود بمن أخذ عليهم الميثاق عموم الأنبياء، هذا قول وهو الأظهر. ومن العلماء من المفسرين من قال أن الميثاق المذكور هنا هو ما أخذه الأنبياء من أممهم، حيث أن الله عز وجل أخذ الميثاق عليهم. بماذا؟ قالوا مما أخذ الله عز وجل أيضا الميثاق، مما أخذ الله الميثاق من الأنبياء، أنه إذا بعث النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام
أن يؤمنوا به وأن يصدقوه وأن ينصروه. وهذا القول قاله الصحابي الجليل والخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فيقول إنه ما من نبي إلا وأخذ الله عز وجل عليه الميثاق أنه إن بعث محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام أن يؤمن به وأن يصدقه وأن ينصره. هنا يقول ابن كثير رحمة الله عليه، وهو يجمع بين القولين، فيقول رحمة الله عليه، يقول الرسول محمد عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم دائما إلى يوم الدين، وهو الإمام الأعظم الذي لو وجد في أي عصر وجد لكان هو الواجب الطاعة المقدم على الأنبياء كلهم، ولهذا كان إمامهم ليلة الإسراء لما اجتمعوا ببيت المقدس، وكذلك هو الشفيع في يوم الحشر في إتيان الرب لفصل القضاء، وهو المقام المحمود الذي لا يليق إلا له، والذي يحيد عنه أولو العزم من الأنبياء والمرسلين حتى تنتهي النوبة إليه فيكون هو المخصص به. ثم يذكر في كلام أن يعني أن الجمع بين من قال جميع الأنبياء فإن ذلك الميثاق أخذ عليهم بصورة العامة، وأن ذلك أيضا مما أخذ عليهم فالله عز وجل يقول وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، فإذا قلنا أن هذا الميثاق المقصود هنا ما أخذه الله عز وجل من الأنبياء في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ونصرته عليه الصلاة والسلام، هذا الميثاق الذي أخذه الله عز وجل جاء ذكره في كتب بني إسرائيل وهم المخاطبين، وبشرت به بنو إسرائيل، إذن جاء في كتبهم وبشرت به أيضا بنو إسرائيل، والله سبحانه وتعالى أخبرنا في كتابه الكريم أن ذكر النبي محمد بن عبد الله النبي الخاتم مذكور عندهم في كتبهم، وأن ذلك ذكره الله عز وجل في القرآن في أكثر من آية، من ذلك قول الله عز وجل الذين يتبعون الرسول الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. إذن هو مكتوب في كتبهم والقرآن نص على ذلك، وأخبر القرآن أن علمهم بهذا النبي صلى الله عليه وسلم لشدة الوضوح والبيان في كتبهم أنهم يعرفوه كما يعرفون أبناءهم أو أشد، إذن فإذن البشارة به أيضا ذكرها الله عز وجل كما أخبر الله عز وجل عن آخر أنبياء بني إسرائيل عيسى عليه السلام فيما ذكره الله عز وجل في القرآن، قال ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وهذا في سورة الصف، فالله عز وجل أخبر بأن أيضا
أنبياء بني إسرائيل بشروا بالنبي الخاتم. إذن هناك إخبار في كتبهم عنه وعن وصفه، وهناك بشارة من أنبيائهم. فلذلك من قال من العلماء أن الميثاق هنا مما أخذه الأنبياء على أممهم، فإذا ميثاق الأنبياء أن يطيعوا ما في الكتب وأن يقبلوا منهم ما أخبروا عنه، فهم بشروا وفي كتبهم التي علموها للناس وكانوا أمناء في ذلك، ففيها ذكر النبي الخاتم محمد عليه الصلاة والسلام. فلذلك الله سبحانه وتعالى يقول: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين. هنا نجد في هذه الآية بالنسبة للميثاق، هذه الآية وما بعدها تضمنت دواعي أخذ الميثاق، وتضمنت شروط وموجبات الميثاق، وتضمنت الضمانات لإنجاز الميثاق. إذن نقف عند هذا ونكمل في لقائنا القادم بمشيئة الله.